بالنسبة للتجديد نجم نقول جلوبالمون فما 30-40% معناتها من الخدمة تبدلت، سواء على مستوى الموسيقي سواء على مستوى الكوريغرافي، في لي كوستيم تقريبا 100% تبدلوا، معناتها التجديد صار على المستويات الكل. بالنسبة للكوريغرافي والإخراج الروحي معناها تنجم تقول اليوم رانا ما قدمناش كل شيء، معناتها اليوم خاطر لو كوندكتور اي هايبر شارجي في صفاقس. لا فيرسيون زيارة في صفاقس راهي ما تتقدم في حتى بلاصة أخرى من الجمهورية التونسية. ce conducteur il est très spécial معناها علاش على خاطر فما خصوصيه الجهه، فما معناتها كي نقولوا صفاقس نقولوا الطريقه العوامريه، معناتها سي الصفاقسيه سي لي فونداتور. زيارة إيكيب ناسيونال نتاع سواطرة باش تبدا بيبينيير صحيحة على شوف كي تبدا عندك هادي ميغاني وابراهيم الرياحي ومنير الطردي وروى عبد الله وسامي بن ضو واحمد العزري وفراس القلسي منتخب معناها بتاع هذا، ما زلنا ما حكيناش على الباك فوكال.
باش انتجرينا صوت برك ستة شهور خدمة. ريتو التابلو هذاك نتاع الباب دارك 6 موا دو ترافاي 6 موا ديكسبيريمونطاسيون حط نحي رجع اليوم. خلينا نكونوا متفقين انه الزياره حطت كمام الباره عاليه، يا نعمل مخير يا ما نعملش، هذه حاجه بي. ده اذا باش نعمل مخير راهو لازمك تعرف انه اليوم تكاليف الانتاج نتاع العرض راهم تكاليف ضخمه. العشر سنين معناها راهو ما فماش حتى سر، بالنسبة لي السر الوحيد هو الخدمة، خدمة ثم الخدمة ثم الخدمة. سهل 10 سنين باش نقعدوا معناها اون تورني، فهمتني، ونحققوا الارقام اللي قاعدين نحققوا فيهم مش بالسهل، جوست برشا خدمه.